سليمة، احنا توا باش نطيبوا مقرونه. هاي باش نستخدموا برشا حاجات. اها وما لهنا قولهم شنو الحاجات راه؟ زيتون. اي وملح ولا سكر؟ هذاك ملح ولا سكر كل قدير وقدره. اي زيت وزوز زيتونات. اي زوز كهوة. اي وكمون. اي ودجاج. ودجاج دجاج هذا راه شمو شنو هذا زعم؟ تعرفوا الثومة؟ هذا يا الثوم. اي والثوم. اي والسكالوب. اي والهريسة والطماطم والبصل والليتو. والليتو دوك شنو مقرونة بالليتو والهريسة والسكر؟ جي زعما لا ما تجيش بالسكر. راح نعاودوا نخموا فيها بطريقة ملح 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 ملح. برافو. وهذا شنو زعم؟ هريسة. زعما هريسة هكا هي الصغار؟ فما صغارات ياكلوا موزوز شوية مش برشا هكا. راه زعما طماطم. طماطم معجونة. اي وذا زعما ليتو تعرفوا الحبق؟ لا حبق هذاك الحبق شم بن ريحته. حبق هذا الحبق. الحبق في المقرونة حاجة ياسر بنينة. باهي استنى ساعة قبل ما نتعديو المقرونة ساعة. برافو سارة. دوك عندنا دو برو تاع تنشيط. انا يظهر لي لازمني بالحق نبدا نخاف على بلاصتي. كان تولي وتنشطوا انا نولي ما عادش عندي ملاكيدز على شرط تجيبوني انا زيدا مره كي نعمل كاستينغ تقبلوني. اي بالحق. اي باهي وريوهم الانجاز هذا ما وريناكمش قبيليك البنات كي كملوا البريكولاج نتاعكم. شوفوا ما احلاهم. شو عملت لها واحده؟ عينين والتاج والنوار والالوان شيخات. برافو البنات هيت نزينوا بهم كوجتنا. اما بعد بخومي تروحوا بها نحطهم هوني. وين نحطهم زين؟ هاو هوني. اوكي فوالا. بي الوغ احنا المقرونه نتاعنا جوستمون صمتناها باش هكا كانت وقت. اوكي مازال دافيه باش نحطها هوني. بي لي سكالوب قصيناه اما مازال ما طيبناهش دوكا باش نطيبوه تو سويت. لازم البنات اول حاجه يعاونوني اذا البصل. البصل الاخضر. البصل الاخضر مستسين تستعملوا سكينة ساعة ولا لا؟ باهي دوك تقصوا البصل صغير شوية وديما كي نقصوا بعد صوابعنا على السكينة ردمنا على صوابعنا. أمان بربي ديما اليد بعيدة على السكينة. بعدها 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 أكثر. زيد بعدها 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 فوالا. باهي مادام نتقصوا البصل عندكم البصل تقصوه عندكم الحبق تقصوه والطمطومات هذوما تقصوهم سيغ دو. أوكي خلني ناخذ أنا المقلة نتاعي. أوبلا كملت. كملت أها فما واحدة أخرى كملت بيك سويبع كمان. أوكي ديما نبعدو سويبعنا سارة. مستسين تطيبوا في الدار تعاونوا؟ إي مستسين طيب. شنو تطيبوا مثلا؟ أنا نطيب المقرونة. أنا بيتزا. أنا بيتزا كل شيء. حطينا زيت بعد خذيت البصل الأخضر اللي نتقصوه حطيته توا باش نحط شوية اسمه ذاك اللي شميناه من الاول ثوم. ثوم نحطوا شوية ثوم بس نحب ثوم يا جماعة. ومن بعد شنو نعملوا؟ زيت. بعد شنو نحطوا تتخيلوا؟ تخيلوا نحطوا بعديك طماط. نبداو بالطماط فخيش. اوكي انتوما كل ما تزيدوا تعملوا اعطيوني. مشينا الكوجينة وطيبنا مقرونة بالزيت والبصل والسكالوب والطماطم والفلفل الكحل والجبن وكل شيء. ما حطينا طماطم معجونة أما صغار عادة يحبوا لاصوص تبدا غوزي شوية. عفوا صوص غوز شوية مش حمراء. أنا بالصلصة. هي بالصلصة أما باش نزيدها حاجة لمسة سحرية تخلي صغار يزيدوا يشيخوا عليها اكثر وابلجي. الوغ عندي هذايا دونك لا كريم سومي ايباس دو شيف نتاع ديليز. طيب بيها. طيب بيها. دونك انت مستانسه بها. انا. باغفي. ماما. باش ناخذوا لا كريم نتاعنا. فوالا. فوالا. ونحطوها. فوالا.
وتوا لاصوص نتاعنا. انا عملت عامله راه علي طلعوا شنو هي العامله. تليت نحكي 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 طلعوا شنو هي العامله. كري طيب لي سكالوب من الاول نسيت. حطوا زعما توا هاي هما فما يذوكم كليوان مينيت باستا نجربوا ونشوف. كان طلعت بنينه نقولكم بعد في الصالون اعملوا كيفنا. كان طلعت اقل بنا توليوا لي سكالوب تحطوه قبل الصوص طومات وقبل لا كريم ليكيد. الوغ عملت زيت عملته من الاول بالكل. اي الزيت من الاول من الاول بالكل. اما انت عملت غلطه لازم السكالوب يخد من الاول. اكزاكتومون. عاود عطيهم لا غوسيت صحيحه قبل ما انا نتلهي بالكلام. من الاول نحطوا الزيت ومن بعد نحطوا السكالوب وبعد نحطوا الطماطم. سنة مع زيت نحطوا بصل وثوم كمان. اي بصل وثوم ومن بعد نحطوا هذاك السكالوب ومن بعد نحطوا الطماطم ومن بعد نحطوا هذيك شنو اسمها اللي حطيتها. ترى انت ماك تعرف تقرا. ترى ديليس. اي ديليس شنو هي نو بروبوز شنو هذيك نتاع ديليس. كريم. اي لا كريم شو اسمها. ترى كريم ديليس. اي ترى شو مكتوب. قشدة نصف عاقدة شايفة هكا بالفرنسي. أما أنت مازلت تقراش فرنسي. والماركة ديليس حاطينها كاملة خاطر هي فيها هكا 20 سنتيلتر. بينتما في الحساب. أي باهي شوي 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 مش مشكلة. حتى أنا شوي شوي باش نستناو احنا هذايا الطيب. أوكي. أي أوكي. بعد باش نحطوا دونك هذايا هذاك باش نحطوا في الأخر مع المكونات البنينة الزيت الزيتون واو البازيليك. اسمع شد البازيليك حطوه هوني كان تحب كم سان نرتاحوا. البازيليك هذا الحبق. الحبق بالفرنسي اسمه بازيليك. اوكي اسمع المقرونه هذيك ياسر نحبها وياسر تظهر لي بنينه وياسر تظهر لي ساهله وياسر تظهر لي فريشكه نتاع شتاء ومتاع صيف. كيفاش غلطت حطيت لي سكالوب بعد نزيدكم ماجي. وي تحبوا الماجيك. ايه الوغ كيف تحضر مقرونتنا ونزينوا بحاجاتنا باش نزيدوا جبن. الوغ هذايا مش نيمبورت كيل جبن هذايا دونك فوالا هذايا سي لو فروماج فوندو رابي سافور غروير نتاع ديليس. هذايا باش نزيدوه من الاخر تبدا كالعاده مقرونتنا احنا نطيبوا الغروير هذاك الكبير. هذايا ساهل ميل خاطر ديجا رابي حاضر فهمت كم سا ترش في المقرونه حتى كي تعاود تسخن مقرونه تنجم تحط كل مره تزيد وبعد تلف هكا تحطه في الفريجيدير ما يصير له شيء يقعد لك. احنا كملنا حطينا هذا كملنا. اسمع عندي حدث باهي يا جماعه. السكالوب قاعد يطيب. وي وي دخلت فيه المقرونه. دونك شنو نحط وهذا وهذا استنى باش نحط باش نحطوا المقرونه. اي اوكي استنى نخلط هذيك نحطوا هذا استنى عاد بلي ذيك نحب نحط حاجه صح. السحر نموت عليه خاطر جادور انا نموت على الجبن. ترى حلو لي جبن البنات ليفيرتور فاسيل لما حل لي هكا تعمل هكا هاو هكا باش ما نهلكش الباكو نعمل هكا ونخلطوا. نجموا بعد زيدوا انتم في الصحن شوي بشوية. انا نموت عليه المقرونة حتى انا نموت عليك كيك المقرونة. كلنا نحبوا المقرونة سي فو. ترى توا اعطيوني زيتون. زيتون زيتونك حلو ولا نخلطوها باش تبدا مشخش خدشها. حاضر ميرسي. بكم تحوس اجي ما تتعفسوش بعضك باجا باش تبعد على الغاز وتحط فوالا هذا زيتون الاكحل توا ياتينا الزيتون الاخضر فوالا توا الحبق البنات الحبق 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 لا 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 فلفل اكحل فيها خلينا شويه نحط خاو شويه هذا خلينا نحط زينو بيصحى فوالا توا باش نخلط مقرونتي قاعده تشهي. دوك مقرونتنا حضرت يا جماعه. اي باش ننظفوا كوجينتنا ندرسيو صحنا ونمشي وين البلاصه اللي صارت انا فيها دقيقه ودرج صح حتى انت تنجم ذوق. وين الكادو ناخذوه؟ وين كنا صباح؟ شو اسمها البلاصه هذيك؟
السائل. السائل، باش نمشيو للسائل توت سويت، تابعونا. سالون. إيش السائل؟ سالون. معروفة؟ إيه. شكون يشطحها؟ منين تعلمتها؟ أنا وعمتي، أما الكاملة نشطحها وحدي. معناتها البارتي هذا أنت وعمتك، أما الغنية كاملة تشطحها وحدك. إيه. إذا الغنية يا سيدي بن سيدك قال لك نتاع فيلم، تعرف شو اسمه؟ هي سيغي، أما هي كانت من الأول فيلم، اسمها لا فاميا دامس، تعرفوا لا فاميا دامس؟ إيه. تعرفها كلي؟ تارارارام 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 تارارارام. كي تروحوا بعد تفرجوا في لا فاميا دامس، اما القديم خاطروا للصغار هذيك. باهي وانت مغرومه باش تيح زاده؟ اي. مي لا بدينا. لحظه لحظه، صحابي يحطوا فيلم نتاعها يتفرجوا فيه، معناتها يعرفوا. فوالا اسمه لا فاميا دامس الفيلم، هكا باش تبدا حتى انت تعرف. باهي بدينا شتيح بها، تنكملوا الحلقه بيك انت. اي اسمها الغنية كان داون. مي نقولهم توا يا جماعه. تحب توا؟ اوكي. الغنية اسمها كالم داون. على صاحبتك عاد صفر عليك. ويوا ويوا ويوا، هذوما الغنيات منين تعلمتوا تشطحوهم؟ انا تعلمتها من التيك توك. التيك توك، حطينا التيك توك زيد التيك توك. مالك حكينا على التيك توك؟ تذكرك المسابقه اللي حكيت عليها قبليك نتاع يماما، اللي على فيسبوك وعلى انستغرام عندهم زيد على التيك توك، هاكا في بالكم كل شيء. بي اذا باش تروحوا فخر ربي قبل ما تخموا في شكون باش تسلموا على شكون وباش تقولوا شكون عاد. انا متذكره مره. تحب كادو قبل ولا؟ نحب نسلم قبل. أميلة سلم قبل. نحب نقول لكم حاجة، بيكا أنا هكا مشيت فما شكون حل شاف الكادوات؟ الزوز. برافو، هي مفاجأة. إي أما أنا الوحدة البوزل ما حليتهاش. ناقص كان حليته تعملوهوني. ما حليتهاش أنا البوزل. حبيت تحلو يا خينا جيت. ليه هاكا؟ ما حبيتش نحلو أنا، قلت حتى أنا ما حبيتش نحلو. قلتوا بعد هيدو. مفاجأة أموها شوية مفاجأة. بيه تسلم قبل؟ إيه. نحب نبعث ديديكاس لماما والبابا ولعائلتي الكل، سيغتو صحابي وبايرم نسلم عليه. ونسلم على معلمتي ستي شهيرة، ونسلم على ستي راضية. ايه نقولهم باي باي. باي باي.
وشكون عملك المكياج؟ ماما. سلموا على ماما زيدا برشا. انت تا نحينا على السوسيت باش كي تتكلم يسمعوك بالقدا. ليلة تنجم تخليها هوني فوالا. انا نسلم على خويا سليم وماما وبابا وعائلتي اللي في قليبيا وعائلتي اللي في تونس فاطمه الكبيره وباش نسلم على بيست فريند زيده بيست فريند هاي هي فاطمه اسكندوره وكنزوزه صحابي متاع تونس صحابي اللي يقراو معايا صحابي اللي في قليبيا وحليك وربحت معانا سوسيت متاكل منها شويه ما يسالش. انا زيدا باش نسلم على العباد اللي يتفرجوا فينا في ملكيت الكل في تونس في قليبيا وفي البلايص الكل في تونس وخارج تونس. وتوا نقترح عليكم الكادوات اللي شفتوا منهم شويه. ما هذوما الكادوات اللي شفتوا منهم شويه. هذايا السار تفضلي من عندي يا ماما وهذايا الكادو. ميرسي. صحة ليك انت يا راني. واو سي تري بيان. اي فما اي فما واو ليه عندك بازل وعندك كولورياج وعندك أي. شيخات وقصص هاو عندك حتى هذي عندك أي. منه شيخات بي زيكم كادو اخر وي فما هاوكم ابراكادابرا ميرسي هذي الكادو من عند ابراكادابرا هذي الرنيم تفضلي ميرسي وهذي ليك انت سروره ميرسي ابراكادابرا ميرسي ابراكادابرا اذا بنيت حلو كادوهم انتم زيد راهو تنجموا من دياركم بيان سور الاولياء تنجموا توا مع ابراكادابرا تمشي سور لوغ سيت ابراكادابرا اونلاين بوانت ستور نعاودها ابراكادابرا اونلاين بوانت ستور تنجموا تكمانديو كادواتهم كادواتكم سور انترنت ويوصلكم حتى لداركم على كامل التراث التونسية دونك فوالا ابراكادابرا ولاو يجوي واو واو انت دي بيجو واو واو صحة ميرسي بي واو واو انت المكياج 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 شينيو صحة ميرسي ان شاء الله مبروك وان شاء الله ديما فرحانين وانا ستوني عملت حلقه ياسر محليها معاكم انا ياسر بالحق شخت معاكم اليوم ان شاء الله انتم زيد عملتوا جو في حلقتنا اليوم موعدنا بشوفة توا نتلاقاو ان شاء الله نهار الاحد الجاي نفس القناه نفس البرنامج مع زوز اصدقاء جدد نسلموا عليهم باي واو ترى ان شاء الله تكونوا عملتوا جو معنا وان شاء الله يجي طريقكم وتجيو بحذينا راهو اسمع ما عندكم حتى فكره قديش نشيخوا بالمساجات اللي تبعثوها منا ما احلاهم كيف الشارع تعرضونا تقولنا كلام حلو سانو في فريمون بليزير على خاطر الحب هذا اللي جاي من الكبار والصغار في ملاكيدز ياسر عنده طعمه ديفيرونت خاطر ياسر تحسوا نعاود ونقول انا مور ما يستنيش في مقابل دونك ميرسي افو توس ما احلاكم الى اللقاء.